أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام ما زال في البحث الثالث من البحوث التمهيدية في علم الكلام، وهو الذي عنونا بعنوان عقيدتنا في الاجتهاد وعقيدتنا في الاجتهاد. وقد سبق بيان النقطة الأولى في هذا البحث، وهي الغاية من الاجتهاد، ونحن الآن في النقطة الثانية وهي معنى الاجتهاد، ثم نصل إلى الثالثة وهي أقسام الاجتهاد، فالرابعة وهي تقسيم الاجتهاد. سبق البيان بأن المجتهد هو من استفرغ وسعه لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، وأنه إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ما هو المقصود بذلك؟ قال: والمقصود أنه إذا أصاب الواقع بما حصله من أدلة فله أجر المشقة وأجر تحصيل الواقع، وإن أخطأه فله أجر المشقة لا غير. ذكرنا فيما سبق أن التعريف اللغوي للمجتهد هو من بذل جهده أي مشقته، فهذه المشقة الله تبارك وتعالى يثيب المرء عليها. فإذا بذل الإنسان جهده في تحصيل الحكم الشرعي ولكنه أخطأ الواقع، أخطأ واقع الحكم، فإنه يأخذ أجر المشقة. أما إذا أصاب فإنه يأخذ الأجرين، أجر الإصابة وأجر المشقة. ولذلك نقول بأن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. خب، الآن تأتي مسألة، وهي أن شيعة أهل البيت عليهم السلام هم ممن انفردوا عن الباقين من الطوائف التي نسبت نفسها إلى الإسلام في احترامهم للاجتهاد والمجتهدين وسماحهم بفتح باب الاجتهاد مدى الدهر إلى أن يظهر الإمام المعصوم صلوات الله عليه. أما بقية المذاهب الأخرى فقد سدوا باب الاجتهاد وحصروه بأربعة رجال. من هم هؤلاء الرجال؟ أبو حنيفة النعمان، مالك بن أنس، محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل. أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. فتعصب القوم لهؤلاء الأربعة وقالوا بأنه لا يجوز لأحد أن يجتهد بعدهم. بأي معنى؟ بمعنى أن يجتهد فيما اجتهدوا فيه. يعني جاء أبو حنيفة فأصبح الرجل في عصرنا هذا حنفيا، حنفي المذهب، فإذا جاء حكم عن أبي حنيفة فلا يجوز لهذا الرجل وإن بلغ من الفقاهة ما بلغ أن ينقض رأي أبي حنيفة. يقولون التعبد لا يجزي إلا بإحدى هذه المذاهب الأربع، حتى
وإن استنبط الحكم المقنع، حتى وإن استنبط الحكم، حتى وإن بهذل الأمة بالأحكام. هالشكل بقى تعصبا تعصبا. إذا هو كبيرهم يقول دولة سنتان يعني كان أحمد لا فيهم لا علم. شلون يطلعهم على أربعة وأهل المحافظة يغلقون نفسهم على شوفوا من أين جاءت هذه المسألة. خلوني أوضح، جاءت هذه المسألة لأن السلطات المتعاقبة على حكم الأمة كل منها تعصبت لمذهب معين وفرضته بالإكراه. يعني بعض خلفاء بني العباس فرضوا مذهب أبي حنيفة واضطهدوا من سواه، بعض خلفاء أيضا بني العباس فرضوا حكم مالك أو مذهب مالك، وهكذا بالنسبة للآخرين الشافعي وابن حنبل. ثم جاءت جماعة كل فقيه من هؤلاء أو كل رجل، إحنا ما نتسلم أصلا بأنهم فقهاء، على أي حال كل رجل من هؤلاء جاءت الجماعة وتعصبت لمرجعها لزعيمها، فقالت المذهب هو هذا المذهب، ما سواه باطل، أصلا إلى درجة أنهم كفروا بعضهم بعضا. ارجعوا إلى التاريخ، كفروا بعضهم بعضا وصدر منهم هذا القول. مثلا شخص حنبلي يقول لو كانت بيدي الحكومة لكنت آخذ مثلا من الشوافع الجزية، لأنهم مو مسلمين مثلا، إلى هذه الدرجة. كفروا بعضهم بعضا ووقعت بينهم حروب ومجازر، قتلوا بعضهم بعضا. زين، ومشى الوضع على هذه الحالة لسنوات طويلة، تعصب وفرض من قبل السلطات، خوش، ومشى الأمر على هذه الحالة. فالأجيال الجديدة التي نشأت وظهرت إلى الوجود، المواليد الجدد نشأوا في هذه البيئة، مثلا بيئة أبي حنيفة. وكلما تقادم الزمان كلما عظمت الشخصية القديمة في أعين الناس، تعلمون هذا الشيء، يعني هذه حالة فطرية عند الإنسان، كلما الإنسان كان قديم فإهواية هذا الإنسان يقدر يحترم إذا كان مضى على تاريخ موته سنوات طويلة، يتعاظم أمره. أما في نفس الزمن فممكن أن يعني لا يحترم بذلك المقدار. فالحاصل أنه مع بعد الزمن ونشوء أجيال جديدة في هذه البيئات، فقد حصروا باب الاجتهاد، قالوا باب الاجتهاد منحصر بهؤلاء الأربعة، فلا بد للمسلم أن يأخذ بإحدى هذه المذاهب الأربعة، ما يصير يسوي مذهب جديد، مع أنه هذه المذاهب إنما هي مجموع فتاوى، يعني آراء، شرحنا فيما سبق معنى المذهب. ولذلك قلنا بأنه لا يجوز نسبته إلى أهل البيت المعصومين صلوات الله عليه بهذا المعيار، بهذا الاعتبار. فقيه جاء أو رجل جاء خلال مجموعة فتاوى، مجموعة أحكام، قال هذا مذهبي، هذه آرائي، فالناس تمسكت بهذه الآراء. شلون تمنوا بالفتاوى بكفاية العمل على أحدهم تعصبا، مع أنه اختلاف في الفتوى بالي واحد وواحد بالي كبير جدا طبعا، شلون رضى الشافعي؟ المهم أن مو الشافعي رضى، الشافعي هم رضى، تلامذتهم مو تلامذتهم، تلامذة تلامذة تلامذة، يعني في البداية ما كانوا يقبلون، أما مع الوقت بمذهب آخر بلي فرق كبير بالفتاوى مو بالعقيدة. الفتاوى احنا مثلا كبير يعني بلي ما يخالف فتاوى، أما مو بالعقيدة. المهم العقيدة تكون واحدة، فما دام هذه عقيدة الحكومة، لأن هذا شو مذهب المخالفين، يعني شنو يعني عقيدة الحكومة، مذهب الشيعة يعني شنو يعني عقيدة المعارضة السياسية، يعني لاحظت المسألة وين؟ إحنا على مر الزمان معارضة سياسية للحكومة، مع أهل البيت عليهم السلام ومع أتباعي معارضة، فإن مذهبنا الخاص الذي استقيناه من أهل البيت عليهم السلام الذين عزلوا عن الحكومة بماذا؟ بانقلاب منذ بدء انقلاب السقيفة وما تلته من الانقلابات على أهل البيت عليهم السلام. فنعتقد بأن الشرعية لمن؟ لأهل البيت، فنأخذ أقوال أهل البيت، ما عندنا شرعية للحكومة وما تعلنه الحكومة. أما هم فلا، أخذوا بمذهب الحكومة، مذهب السلطان،
جاءت الحكومة وأعلنت هذا هو المذهب الرسمي فجاءوا على درب الحكومة. إحنا معارضة، وإلى اليوم هذا الشيء تجدونه. إحنا ليش في بلداننا الحكومة حينما تعلن أول شهر رمضان أو تثبت الهلال أو تثبت العيد يصومون ويعيدون، إحنا لا. كم سنة دائما أصلا هالشكل القاعدة شنو عادة هكذا أنه نختلف معهم. إحنا لمن نرجع؟ ما نرجع لهذه اللجنة التي شكلتها الحكومة، لجنة الفتوى الشرعية، ما أدري الاستهلال الشرعي، لجنة الرؤية يسمونها، هيئة الرؤية الشرعية، هيئة الرؤية الشرعية هم الحكومة مشكلة هيئة الرؤية الشرعية. بالي صدام غير صدام، آل سعود، آل الصباح، آل ما أدري خليفة، آل كذا، الحكومات اللي موجودة. زين ما نقبل، ولذلك يوم العيد هم يعيدون ويفطرون إحنا نصوم مثلا، إلا إذا اتفق أنه ثبت عندنا كما ثبت عندهم. إحنا إلما نرجع، نرجع للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعني من نعتقد أنه هو الحاكم الشرعي، مو الحاكم الفعلي أو الحاكم الزمني يعني القائم حاليا. حاكم الشرعي والحاكم الشرعي مرجع التقليد أو من ينوب عن مرجع التقليد. إذا حكم بأن الهلال قد ثبت نقبل قوله. هم إلى الآن لا يعتضون على بعضهم. بلي ما أدري شلون اتفقوا على لا لا الآن اتفقوا خلاص، يعني الآن المهم جوزوا التعبد بإحدى هذه المذاهب، هذا المهم. يعني ما دام أن هذه المذاهب مشتركة في أصول الدين بلي هذا الحالة التعصب عندهم شبه انتفت الآن، شبه انتفت خلاص. الآن نشأ تعصب جديد من أنواع أخرى، يعني بين المدارس الفقهية الجديدة عندهم، مثل مدرسة السلفية مثلا في قبال الأزهر، والأزهر في قبال الشام، والشام في قبال ما أدري وين، المذاهب والأحزاب المختلفة، وحزب ما أدري التحرير، وحزب التبليغ، والهجرة، وما أدري أحزاب كثيرة عندهم، كل جماعة. والحين هم طلعوا شي يسمونهم القاعدة والقاعديين، توجهوا كل واحد إلى فتاوى خاصة. الآن نشأ تعصب جديد. أما بالنسبة للتعصب بين أنه ليش أنت حنبلي أنا شافعي أو أنا حنفي وأنت مالكي، هالشكل ما عندهم بعد الآن خلاص، يعني قضوا عليه، يعني أخذوا بالمشتركات لأنه الواقع الحالي، يعني بعد خلاص قبلوا به. والمهم عندهم أنه هذه العقيدة في أصول الدين مشتركة فيما بيننا، إحنا مختلفين في الفروع مو في أصول الدين. ما مختلفين مثلا في أن أبا بكر لعنه الله هو الخليفة مثلا، مختلفين في هذا الشيء؟ ما مختلفين، هذا يعني شيء يجمعه. ما مختلفين في أن الله عز وجل مثلا جسم أو يعني له وجه أو له كذا أو له كذا، هذا عدنا ليس كمثله شيء، مو عدهم. وإلا عدهم مثله ألف شيء وشيء، ألف شيء وشيء مثله على أي حال. الله يقول مختلف إلا من تيمية، يقول الله يقول إلا من تيمية، إيه هو هالشكل، هو هالشكل، يقول الله يقول من تيمية. فالكلام هو هذا، أنه هم حصروا باب الاجتهاد في هؤلاء الأربعة. حتى في زماننا الحالي لا يجتهدون فيما اجتهد فيه هؤلاء، وإنما يجتهدون في المسائل المستحدثة فقط. وحتى هذا ما عندهم آلية يعني محددة أو مضبوطة للاجتهاد مثل ما عندنا، يعني أكو شرائط، أكو مراحل لازم يطويها المجتهد. لا، عطال بطال يجتهد يطلع فتوى مو مشكلة. الآن مثلا قبل أيام بلغني عن طريق الكويت، لأنه تدرون أنا يعني من الكويت، في يعني أرتبط ببلدي كثيرا يعني بالأخبار وكذا، فيبلغوني الإخوة دائما. فبلغت بأنه طالع فتوى جديدة في الكويت، والشباب يعني هابين بها على تعبير، هابين بهذه الفتوى. وفتوى فد واحد شيخ من مشايخ وما أدري شنو، يقول زواج الأنس أولا طلعوا زواج المسيار، بعدين طلعوا شنو زواج البوي فريند، اللي هذا فرد واحد شيخ يمني ما أدري منه قال زواج البوي فريند، بعدين طلعوا زواج بنية الطلاق، زي اللي هو يعني كل هذا حتى شنو، بس ما هو نفس الشيعة نفس المتعة، بس ما يريد اسم المتعة حتى اللي يقول أنا شيعي. يطلع ألف اسم حتى وإن مو موجود في القرآن، يعني أقلن المتعة موجود في القرآن، موجود في الأحاديث،
إنزين زواج البوي فريند وين جاي في القرآن؟ زواج الأنس ما أدري وين جاي، زواج المسيار وين جاي؟ إيه هسه هم طلعوا زواج الأنس. شنو زواج الأنس؟ أنه يجون في جلسة أنس مجموعة من الشباب فيجيبون رقاصات، فحتى يتحلل يعني عملية الرقص وما يتبع الرقص من ممارسة الزنا مثلا أو كذا والعياذ بالله، فيقول عقدوا عليهم في هالفترة وبعدين طلقوهم، وأن هذا جائز. شو واحد يعقد عليهم؟ ها؟ كل واحد واحد بعد المفروض، كل واحد ومن ترقص له وحده. إيه هالشكل يعني هالشكل. فمسوين ضجة الآن بالكويت، فيقول الشباب محلل اشتراكي محلل اشتراكي كلهم سوى. اي فلا يعني ذاكرين، طبعا هو الجريدة كاتبة ايضا، انا وصلني يعني شفت الجريدة، فكاتبة الجريدة انه قصة هم يعني ناقلين مسوين مقابلة مع احدى الرقاصات، فتقول بالفعل عقد علي وجابني في مجلس رجال ورقصت امامهم كلهم طبعا، وبعدين هم راح بالفراش اجلكم الله، وبعدين هم تركني وطلقني هالشكل. بس اقلا انا اخاف الله، يعني تقول هاي الرقاصه تقول انا اخاف الله انا اخاف الله تقول لانه انا اخاف الله عز وجل، فانا قبلت بال يعني ما قبلت بغير العقد. قلت لا لا لازم اول نعقد عقد الانس هذا، ما ادري عقد زواج. فهاي مشكلتهم يعني، شوفوا أي واحد يفتي مو مشكلة، يعني أي واحد يفتي مو أنه لازم يكون إلى شرائط معينة كذا. هسه لو يجي الآن أي واحد شيخ من مشايخنا مثلا يفتي، أحد يقبل كلامه؟ ما يقبل كلامه أصلا. بعض من يعلنون المرجعية واحد ما يشتري فتواهم بفلس واحد، فكيف بعد بالناس؟ أما هم لا، عطال بطال مو مشكلة أي واحد يعني. هذا ماكو، هذا هنا، هذا اللي مسجون هنا شنو اسمه، عبد الرحمن الشيخ ابو حمزه المصري، اسمه عبد الرحمن، هو اسمه عبد الرحمن ابو حمزه المصري. هذا ما هم مترتبين فيلم، هذا السالفه ما لنا علاقه. هذا ابو حمزه المصري اللي امام جماعه وفي مسجد من اكبر مساجد لندن، مو صحيح؟ وإلى جماعة وإلى ما أدري أتباع وخابصين الدنيا وصاير الأخ رهبر ويعني قائد عالمي. كشفوا تاريخ ذاك اليوم جريدة الانتبندنت أتصور أو الجارديان ما أدري منه، واحدة من هالجرائد كتبت أنه هو جاء هنا كان متسكع، هذا حارس ملهى ليلي، وكان أصلا ما يعرف صلاة شنو، ما يعرف صيام شنو، ومتزوج بعدين أخذ امرأة إنجليزية يعني قبل الزواجها، ما أخذها بعد بالزنا وبالحرام وما أدري كذا، وألحق طفل منها من زوجها الحقيقي ألحقه به ولعب وخبصة وكذا، بعدين فجأة صار رجل دين وعالم وما أدري ويخطب بالناس بهذل الدنيا. هسه بغض النظر، لا أنا أقول شلون قبله يعني، هذا هل راح درس مثلا، درس مثلا في جامعاتهم العلمية، إن صدق عليها جامعات يعني، هذا ماكو اللي يدرس بالأزهر للعلم. ها مثلا إذا واحد يقول أنه شخص راح لمدرسة الأزهر أو جامعة الأزهر ودرس درس درس إلى أن صار شيخ الأزهر، مو هذا أعلى منصب عندهم شيخ الأزهر، مو شكل شيخ الأزهر هذا إذا تجيبه قدام أصغر طالب حوزة عندنا يعني شو اسمه فعلا يضيع، يعني يضيع 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 يضيع، لأن يعني علمهم مو شيء أصلاً. اقروا فقههم شنو يصير، فقه تعبان مائع يعني، ما بدقة وعمق مثل فقهنا زين مثلاً وعلوم أهل البيت عليهم السلام. على أي حال كذلك الأمر، جيب لي أكبر عالم من علمائهم في الجزيرة، ما أدري في المدينة المنورة ما أدري وين جامعاتهم الموجودة، جيبه قدام أقل طالب حوزة عندنا من الدرجة العشرين، هم ما يقدر عليه، ما يقدر. بغض النظر عن، لا أنا أحكي عن العلم يعني، مجرد العلم يعني استيعاب يعني قوة العقلية اللي موجودة. بالي معلوم هذا شيء طبيعي، فشاهدي هو هذا. مع هذا اللي ما يدرس في هالأماكن هم يقبلون بيصير شيخ،
يصير عالم، يصير رجل مثل هذا أبو حمزة المصري. يعني هذا لا راح الأزهر درس، لا راح ما أدري وين درس، حسب ما منقول في ترجمة حياته يعني أنه ما درس في أي مكان وخلوه رهبر وإمام جماعة. وإلى الآن عندهم هاي المشكلة، يصلون وراء كل شخص مثلا وهكذا، فما عندهم ضوابط لطيفة. هنا أنه إحنا كنا ما كنا بالسجن، نقلوا لي الإخوة اللي موجودين في السجن أنه شخص معين من السجناء بالليل كان أجلكم الله يلوط ويلاط به، الصبح يقوم يصلون وراء جماعة، ولما يسألون ويعترض عليهم إنزين هذا يقولون إيه الصلاة لله مو لهذا الشخص، فإحنا مجرد نقتدي لا أكثر ولا أقل. فعندهم هاي الأشياء، يعني هذا شيء طبيعي عندهم. ما أدري هم إذا شفتوا تلفزيون العراقية، أنا شفت أول ما أجيت إلى لندن أتذكر، أنا ما عندي تلفزيون بس شفت على الإنترنت، قلت هذا الموقع يخلي أحيانا يعني بعض المقاطع، فمخلين اعتراف أحد أئمة الجوامع، ما أدري في الفلوجة ما أدري وين، فد واحد اسمه طلال رعد سليمان، الشيخ طلال رعد سليمان إمام جامع وكان إرهابي فلازمي، فنطلعيه على التلفزيون في هاي الاعترافات، ماكم على اعترافات الإرهابيين، فبالصريح العبارة يعترف أنه إحنا كنا نلوط في المسجد، أي نلوط في المسجد، بس يقول تبنا إلى الله، يعني يقول إحنا تبنا إلى الله، يقول تبنا إلى الله، بس الشاهد هو يلوط في المسجد ويصلون وراءه، يعني يصلون وراءه، ماكو ضوابط، ماكو ضوابط عندهم مع الأسف، ماكو ضوابط، يعني مع الأسف أنه، وهذا اللي مضيع العامة، يعني حقيقة العامة كثيرين منهم أكو شرفاء، كثيرين منهم أكو متدينين، أكو ناس حبابين، أكو ناس منصفين، بس لأنهم سلمين زمام أمرهم لهؤلاء الحثالات اللي هالشكل، يعني عطال وبطال، كل واحد يصير رجل دين وعالم ومرجع، فضايعين. هاي هي المشكلة، وإلا إذا يستمعون لصوت العقل وينقون طبقتهم الدينية أو طبقاتهم العلمية من أمثال هؤلاء، فيعني ينصلح حالهم فيما بعد، يصلون إلى الحق، يصلون إلى التشيع. على أي حال، نحن كلامنا في أن هؤلاء القوم قد حصروا باب الاجتهاد على ما من يسمونهم بأئمة المذاهب الأربعة دون غيرهم ممن لهم أهلية النظر والاجتهاد. زين، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ يترتب على هذا الشيء أمران: الأول تجميد حركة الفكر وتطوره في حركة التشريع الإسلامي وما يستجد من مسائل في حركة الصراع بين الإسلام والمبادئ الأخرى. شيء طبيعي أنه أنت حينما تحصر الاجتهاد بالمتقدمين فقط، ما تسمح للمعاصرين أن يجتهدوا وأن ينقضوا آراء المتقدمين، فأنت تعطل الحركة، يعني تحط الحركة الفكرية في الإسلام، تحط الحركة العلمية في الإسلام، وهذا يؤثر على الإسلام سلبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إماتة فتاوى بقية المجتهدين المتأخرين عن الأربعة الأوائل. شوفوا هواية كان عندهم مجتهدين طبعا على اصطلاحهم، سواء متقدمين على الأربعة أو متأخرين عنهم، أما مذاهبهم ماتت. مثلا مذهب الثوري، سفيان الثوري كان له مذهب، مذهب خاص الثورية، زين، وهذا الرجل هم كان يعني يعتبر مجتهد عندهم، ولكن مات مذهبه، مذهبه لم يستمر. لماذا؟ لأنهم تعصبوا لهؤلاء الأربعة. خب هنا هم تأتي مسألة، وهي بالنسبة إلينا، يعني إذا أردنا حقيقة أن نقيم هذه القضية وهي سدهم لباب الاجتهاد، فنحن نقول أن هذا خطأ. فإذا الآن جاءوا وقالوا نحن نفتحه، مثل ما بالفعل جماعة منهم الآن فتحوا باب الاجتهاد، أتصور دول الإخوان المسلمين ما أدري منه بدأوا ينقضون هذه القاعدة ويقولون من سد باب الاجتهاد بأي دليل شرعي من الكتاب والسنة لنفتح باب الاجتهاد. أنا قرأت بعض تصريحاتهم وكتبهم في هذا الخصوص، وهي حركة جيدة لا بأس بها. أما نحن نقول لهم
تعالوا يا من تريدون أن تجتهدوا الآن. دققوا في هذه المسألة يا إخواني، دققوا فيها جدا مهمة. تريدون أن تجتهدوا، زين، كل شيء طيب وجميل. تريدون أن تجتهدوا بأي أسلوب، بأي طريق، إما أن تجتهدوا اجتهادا صحيحا فأهلا وسهلا، أما إذا أردتم أن تجتهدوا اجتهادا خاطئا، يعني الأسلوب والآلية خاطئة، فإذا إغلاقكم لباب الاجتهاد خير من فتحه. خب شنو يعني الآلية السليمة؟ الآلية السليمة، وإن شاء الله يسمعون هذا النداء إن شاء الله، الآلية السليمة أنه أقلا تأتون إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، إلى مدرسة أهل البيت. ما نقولها تصيروا شيعة، مو مشكلة، لا تصيرون. أما سؤالنا، لماذا لا تأخذون بفقه أهل البيت؟ لماذا أنتم معرضون عن تراث أهل البيت؟ ليش؟ يعني ليش هاي المقاطعة لأهل البيت؟ بلي خو هذه المشكلة هم نابعة منهم. يعني شوفوا الآن نرجع إلى المسألة من الأصل، أهل البيت عليهم السلام كانوا موجودين أم لا؟ خو ما حد ما ينكر وجودهم، زين، إيش عجب إحنا عدنا سلسلة رواة لأهل البيت، هم ما عندهم سلسلة رواة لأهل البيت، إلا قليل قليل، نادر جدا، يمكن 10 موارد في كل فقههم، في كل تاريخهم، ماكو مورد موردين عن الباقر عن الصادق. هذا معناه أنه أسلافهم قاطعوا أهل البيت، ما وصلوا في خدمة أهل البيت مثل ما وصل أسلافنا، صحيح أم لا؟ يعني لماذا أسلافكم لم يذهبوا لكي يطرقوا الباب على أهل البيت ويسألونهم؟ مو هو الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ مو هذا الباب المشار إليه؟ من أراد المدينة فليأتها من بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. مو هذا الباب الذي أرشدكم إليه رسول الله؟ رسول الله بإجماع الأمة، تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي. مو هذا هو الواجب التمسك به؟ فليش أسلافكم قاطعوا وحاربوا أهل البيت؟ لماذا عزلوا أهل البيت؟ لماذا أعرضوا عن أهل البيت؟ أنتم تتحملون النتيجة. أسلافكم أخذوا من كل عطال وبطال، من كل واحد يسوى وما يسوى، من كعب الأحبار، من الحسن البصري، من ما أدري فلان علان، اللي ما لا يسوى، يعني ما يسوى، ما يسوى مليون واحد منهم ذرة من تراب نعل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، صحيح أم لا؟ لماذا قاطعتم أهل البيت؟ إحنا أسلافنا ذهبوا إلى أهل البيت، فلذلك عندنا أسناد متصلة إلى أهل البيت، وهذا أبلغ دليل على أننا نحن شيعة أهل البيت، لا كما يقول هؤلاء المتنطعون الجدد يقولون نحن الشيعة، يقول نحن الشيعة، نحن شيعة علي، لأنه وارد هذا الحديث عندهم، يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة، هذا الحديث وارد عندهم. يقول ماذا تقولون في هذا الحديث؟ يقولون إيه صحيح، ولكن إحنا نحن الشيعة مو أنتو، نحن من نشايع أهل البيت، إحنا نحترم أهل البيت، إحنا نحبهم، إحنا نقدرهم، نصلي عليهم في الصلاة، خو مو مشكلة على رأسي. أما شنو الفائدة العملية؟ أنت لم تذهب لكي تأخذ من أهل البيت معلومة واحدة، ما أخذت من أهل البيت قولا واحدا، لا في الأحكام، لا في العقيدة، لا في الفقه، تراثك كله خال تماما من أهل البيت. أكو في تراثك قال جعفر بن محمد الصادق فتستفيدون منه؟ ماكو إلا مورد موردين وبالوساطة، وكذا أصلا يهملونه. يعني البخاري اللعين للإمام الصادق ما نقل رواية واحدة ولا حديث واحد في كتابه، ولما يسأل يقول النفس مو مرتاحة منه، في النفس منه شيء، هذا البخاري. ليش إذا تأخذوا من هؤلاء؟ أنتم كلهم كلهم شوفوا الأئمة عليهم السلام، خصوصا الأئمة الإحدى عشر، يعني باستثناء الإمام المهدي عليه السلام، إلا قسم منهم هم يعتقدون بالإمام المهدي، يعني يعتقدون بأنه قد ولد، قسم من علمائهم، أتصور ابن الصباغ المالكي وما أدري كذا، يثبتون أنه قد ولد ويحترمونه، وحتى يقولون عليه السلام أيضا. كل أئمة البيت هم يعبرون عنهم، كثير من فقهائهم
علماءهم يعبرون عنهم عليهم السلام. حتى البخاري حينما يأتي للحسن للحسين لفاطمة الزهراء يقول عليه السلام في الأسناد، يقول عن مثلا الحسن عن أبيه عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هم ما يقولوا وآله على أي حال. فيحترمون أهل البيت بلا شك. ال11 إمام لا يختلفون على فضلهم. نسألهم هل 11 إمام ذولا من الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحسن العسكري عليهما السلام، بغض النظر عن الإمام المهدي اللي اختلاف أكو بيناتهم في أنه موجود أو غير موجود. على أي حال، من الإمام علي إلى الإمام الحسن العسكري 11 إمام تقرون بأنهم أتقياء؟ نعم. تقرون بأنهم فضلاء؟ نعم. تقرون بأنهم علماء؟ نعم. تقرون بأنهم فقهاء؟ يقول لك نعم نعم نعم. ما دام تعلم بأنهم فقهاء علماء عظماء، لماذا لم تذهب وتطرق بابهم؟ لماذا لم تأخذ منهم العلوم الشرعية؟ ليش أخذت من فلان وعلان؟ ليش أخذت من أبو حنيفة ومالك ابن أنس وشافع وابن حنبل وابن تنبل وابن ما أدري منه؟ ليش تأخذ من هؤلاء؟ ليش ما رحت لأهل البيت؟ ليش ما رحت إلى ذرية النبي الأكرم وأهل البيت أدرى بما فيه؟ فأنتم تتحملون النتيجة. إذن أنتم قاعدتكم الاجتهادية خاطئة، لازم تروحون إلى أهل البيت، يجب أن تطلعوا على تراث أهل البيت. ففي هذا الزمن إذا أردتم الآن أن تفتحوا باب الاجتهاد، هذه نصيحتنا لكم، لا تكرروا أخطاء أسلافكم، انفتحوا على أهل البيت، ارجعوا إلى أهل البيت. شلون ترجعون إلى أهل البيت؟ فتحوا الكتب، الكتب التي هي منسوبة لأهل البيت، ما يخالف اعملوا بها على حسب ومقتضى يعني ما تعتقدون، بس انفتحوا على أهل البيت. شوفوا اقرأوا رواياتهم، افتحوا كتاب الكافي، اقرأوا ماذا هو مسنود لأهل البيت عليهم السلام، اقرأوا كتاب من لا يحضره الفقيه، استفيدوا بالأحكام، استفيدوا بالعقائد، استفيدوا بهذه الأمور. لماذا لا تنفتحون على أهل البيت؟ انفتحوا على أهل البيت، اعرفوا ماذا يقول، انفتحوا على تراث أهل البيت حتى تستفيدون منه. هذه المقاطعة الدائمة، هذا شنو تعريف غير النصب حقيقة؟ هذا غير مسلم الذي يقول أنا مسلم ويقاطع أهل البيت. ارجعوا إلى أهل البيت حتى تكون قاعدتكم الاجتهادية سليمة. شوفوا إحنا مثلا، إحنا نطالع كتبهم ونستدل بها ونجتهد فيها، نطلع روايات حتى عندنا قاعدة، أصلا قاعدة الإعراض وقاعدة قاعدة أنه نشوف شنو المخالف عندهم والمشهور عندنا والعكس، حتى نستفيد ونطلع أصلا أحكام من بعض مروياتهم نستفيد منه. صحيح هي لا حجية لها مطلقا، أما نستفيد منها كقرائن. المهم نطالع، ماكو عالم شيعي لم يطالع البخاري ومسلم وما أدري الترمذي وكذا، هذا كل استدلالاتنا أنتم شايفين، خصوصا في المبحث العقائد دائما نستدل برواياتهم، دائما نستدل بأحاديثهم ورواياتهم. مو لا، لأنه رجالهم مو ثقات عندنا، رجالهم مقاطعون لأهل البيت، مو ثقات. هو البخاري نفسه مو ثقة، هو كذاب، شلون احنا نمسك بروايات؟ بل اللي يثبت من خلال القرائن، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، هذه رواية من خلال القرائن تثبت، لاحظت شو انها صحيحة، من باب انه لا يمكن للخصم ان يشهد على نفسه بما يضر مذهبه، هذه الرواية تضر مذهبه، فاحنا نعلم بانه هذه الرواية جاءت وهي خارجة عن الإرادة. لاحظت شو؟ بل لطف الله عز وجل أي تعبير عبر، أما يكون يقوى في النفس أنها رواية صحيحة. ولذلك أكو بعض روايات الفضائل والمناقب لأهل البيت عليهم السلام في كتبهم ما موجودة أصلا عندنا، ما موجودة. مثل هذه الرواية عن عائشة أنها قالت كنا نخيط وننظم ونغزل الإبرة في الليل في ضوء وجه فاطمة صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أنا لم أجدها في مصادرنا الروائية، وجدتها عندها كتاب من كتبهم اسمه تاريخ الأول، تاريخ الدول وأخبار الأول، واحد من علماء على أي حال بإسناد عنده أنه هذه الرواية واردة عن عائشة،
وغيرها من الروايات. يعني أكو بعض الروايات موجودة عندهم أصلاً ما موجودة عندنا، نستدل بها وتقوى عندنا، تتقوى باعتبار أنهم يلزمون أنفسهم، يعني يشهدون على أنفسهم بأشياء اللي هي مو من مقتضى مذهبهم، فتكون قوية لها حجيتها. هذا بحث أصولي إن شاء الله نأتي إليه في درس الأصول. على أي حال، فالكلام هو هنا، وقع هنا، أنه لماذا لا تنفتحون على أهل البيت وعلى تراث أهل البيت حتى تصححوا مسار الاجتهاد عندكم؟ هي نصيحة صادقة، أنه اطلعوا على تراث أهل البيت، شنو يضركم، خصوصا أنه كثير من الرجال، يعني رجال التاريخ من رواتنا ممدوحين عندهم، ها يعني يقولون هو رافضي لكنه لا يكذب، ارجعوا إلى كتب التراجم، هذا هواية أكو، يقولون هذا الفلان الراوي رافضي، صحيح رافضي المذهب أما لا يكذب، ثقة. ولذلك في بعض الروايات عندهم هم يروون عن الرافضي، يروون عن الرافضي، يروون عن الشيعي في بعض الأحيان، يقولون هذا ثقة، المسعودي مثلا وغيره، أمثلة كثيرة. فارجعوا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، شوفوا هاي الروايات منقولة عن من، عن من، عن من، شوفوها هي تقبلونها ما تقبلوها، شوي رجعوا إلى أحكام أهل البيت. ليش تصلون مخالف لأهل البيت؟ ليش تصومون مخالف لأهل البيت؟ يعني أنت حينما تطالع مثلا أيها الفقيه العامي البكري، حينما تطالع أن الإمام عليه السلام يستدل بالقرآن في كتاب الكافي، هسا أنت تقول كتاب الكافي ما إلى حجية، صحيح؟ والرجال ليس لهم حجية، زين ما يخالف، مو موثقين. مع هذا وذاك، نفترض أنه هذا الأمر كان صحيح، على الأقل طالع ما هي الرواية، أحيانا تستفيد من الرواية شرح للقرآن، فتعرف بأنه وأتم الصيام إلى الليل، مو يعني الليل المغرب، الليل يعني العشاء، يعني عفوا مو الليل يعني الغروب، يعني المغرب، يعني مو ذهاب القرص فقط، وإنما ذهاب الحمرة المشرقية، هذا تفسير للقرآن. شوف أنت هذا التفسير صحيح، يقبله العقل، يقبله الذوق السليم أم لا، بغض النظر عنه الآن الرواية سليمة أو لا، يمكن هذه الرواية تفتح ذهنك، تفتح إدراكك، تشوف أنه صحيح. اللغويين أجمعوا على أن الليل يبدأ من ماذا؟ من ذهاب الحمرة المشرقية، عفوا الفلكيين أجمعوا على أن هذا هو الليل، أما ما قبل ذلك هو حال الغروب، يعني غروب القرص، هذا هو معنى. فإذا تصححون ماذا؟ تصححون صيامكم، أقلا صيامكم هذا، أنت تصوم 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 آخر 10 دقائق تفطر، خربت كل شيء، خليش يا أخي شوية، صلح من أحكامك، من عباداتك، من فتاواك، شوية أنقذ هذه الأمة الضالة الجاهلة، اطلع على تراث أهل البيت، والله تجد فيه ما يروي الغريب، اطلع على كلام أهل البيت، هذه الكلمات النورانية، نصوص أهل البيت، اطلع عليها، شوف إذا ما وصلت لك ما تشاء. وكل من اطلع منهم على تراث أهل البيت من أوله إلى آخر حقيقة، وجرد نفسه من العصبية، آمن بأن أهل البيت عليهم السلام هم الحق، وما عداهم باطل، كما نحن نقول في زيارة الجامعة الكبيرة، وأبرأ من كل وليجة دونكم، وليجة يعني معنى فرقة، جماعة، أبرأ إلى الله من كل فرقة ليس فيها أهل البيت، علي مع الحق والحق مع علي، مع علي، لا يفترقان أبدا أبدا. فخلي يطلعون على روايات أهل البيت عليهم السلام، لعله تتصحح، يتصحح مسار اجتهاده. خب، كان هذا ما يتعلق في النقطة الثانية، وهو معنى الاجتهاد. ونأتي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي أقسام الاجتهاد. قال: ينقسم بحسب مورده إلى أقسام، منها جائز وأخرى غير جائزة. هي الأول هنا، طبعا الأول والثاني مو يعني القسمين الجائز وغير الجائز، لا، مثال على غير الجائز، دققوا، يعني خلوا فاصلة بين كلمة جائز وأخرى، خلوا فارزة، يعني فارزة، خلوا فارزة حتى لا يصير اشتباه.
شنو هي الأقسام التي هي غير جائزة؟ الأول ما يكون في مورد النص القطعي ثبوتا ودلالة بمعنى العلم بوجوده يقينا في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، بحيث لا يقبل الشك لوضوح دلالته ولا يحتمل التأويل، وهذا القسم من الاجتهاد مما لا يمكن الأخذ به، وقد أنكره الشيعة، والعجب أن العامة أنكروه أيضا، في حين أن سيدهم عمر بن الخطاب لعنة الله عليه أول من قال به وعول عليه عندما قال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحاج، وفي لفظ آخر وأحرمهما. فإذن هذا اجتهاد في نص قطعي ثبوتا ودلالة لا يحتمل التفسير ولا التأويل، لا يحتمل التأويل، مخالف الكتاب والسنة. هو يعني ما يصير اجتهاد في قبال هذا النص، لا اجتهاد مقابل النص، هذا ما يصير. زين، هم عندهم يجوز لمن؟ لأمثال عمر بن الخطاب وأضرابه. يعني بصريح العبارة عمر بن الخطاب يقول كانتا على عهد رسول الله، هذان الحكمان، حكم متعة الحج وحكم متعة النساء، كانتا، هذان الحكمان كانا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. خلص، يعني اجتهد في قبال النص على تعبيرهم، يأخذون باجتهاده، مع أنهم حتى في هذا يتناقضون، إلى يومنا الحالي يجيزون متعة الحج دون متعة النساء. إيش عجب، حقيقة واحد يحتار معه واقع، إما تأخذون بقول رسول الله بحكم رسول الله فلازم تجيزون الاثنين، صحيح، وإما تأخذون بحكم نبيكم الآخر، النبي اللي هو أرفع من النبي صلى الله عليه وآله اللي هو عمر نبيهم الحقيقي، فتأخذون بقولي فتحرمون الاثنين، أما تأخذ من هنا التحليل ومن هنا التحريم فهذا عجيب. متعتان قال أحرمهما، صحيح، إيش عجب، متعة الحج إلى الآن جائزة في زماننا الحالي وتمارسونها، متعة النساء حرام، إيش عجب، ليش يعني، خلافا للشيعة، بس عناد، يعني شوفوا قضية عناد، عناد، ليش الشيعة يقولون بالمتعة، ولأنه نريد أن نشوه سمعتهم ونقول أنهم يعني يهتمون بالجنس وما جنس وكذا، فنشوه سمعتهم بالمتعة، بس هو هذا. فيا أخي أنت هم يعني خالي، مو أنت هم عندك زواج المسيار وزواج البنية الطلاق وزواج البوي فريند وزواج الأنس وزواج ما أدري الطرد وزواج الكذا، وباشر أنواع الزواجات، والله شاء. شوفوا هذا معنى أنه النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول آخر الزمان مضمون الروايات تتبدل الأمور والأحكام وترون المعروف منكرا والمنكر معروفا وتحللون الحرام وتحرمون الحلال، هسه يخترعون لك 100 صنف من أنواع الزواج وكلها نفس الحالة، يعني قضاء على حالة الشهوة للشباب في هذه البلدان، يعني قضية الشهوة. زين، بس الحل الطبيعي اللي الله عز وجل أنزله وهو حل المتعة، وبإقرارهم أن رسول الله أجازه، يعني ما يقدر يقول، هم دائما يعني شوفوا عندهم حالة مغالطة، يقولون المتعة يعني الزنا، إذا كان المتعة يعني الزنا سؤال هل أجازه رسول الله، هم يقولون إيه رسول الله أجازه ثم حرمه في يوم خيبر. زين، حينما أجازه يعني رسول الله أجاز الزنا، فإذا ما لك حق تقول أنه هذا زنا، شلون تقول هذا زنا، على أساس، وإلا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالزنا والعياذ بالله أو أجاز الزنا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، أنت تغالط نفسك، أنت تغالط نفسك. فإذا من أمثال هذه الأمور، هم يسمحون بالاجتهاد مقابل الناس، وفي المقابل لمن؟ لأسلافهم ممن يقدسونهم، أما ما عدا هؤلاء فلا.
زين. هذا الصنف الأول أن يكون الاجتهاد في مقابل النص، فإذا يكون خاطئا أو غير مقبول. الصنف الثاني أن يكون أي الاجتهاد في مورد لا نص فيه من آية أو رواية أو إجماع قطعي، وهذا يشمل القياس والاستحسان الظنيين. شوفوا، إذا كان عندنا اجتهاد في مورد لا نص فيه ولا رواية ولا إجماع قطعي، زين، ففي هذه الحالة هذا الاجتهاد يكون مقبولا أم لا؟ إذا كان هذا الاجتهاد قائما على مثل القياس والاستحسان الظنيين، السلام عليكم ورحمة الله، إذا قائم هذا الاجتهاد على مثل القياس والاستحسان الظنيين فيكون ماذا؟ مرفوضا تماما، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، لأن القياس والاستحسان يعنيان الاعتماد على مجرد الحدس أو الرأي الذاتي المحض الذي اعتمد عليه المكلف من دون استعانة بأحد الأدلة الأربعة. بل إذا كان قياس منصوص العلة فنعم، لأنه أكو نص في العلة. إذا كان استنادا إلى حكم العقل المجرد في مسائل من قبيل أصالة البراءة وقبح التكليف أو قبح العقاب بلا بيان وقبح التكليف بما لا يطاق، هذه المسائل التي شرحناها سابقا في دروسنا، فنعم ممكن الاستدلال. أما هسه يأتي فقيههم مثل أبي حنيفة ويعمل بالقياس الظني فهذا باطل يكون. جاء أبو حنيفة إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، الإمام الصادق زجره قال له يا أبا حنيفة اتق الله ولا تعمل مضمون الرواية ولا تعمل في دين الله بالقياس ولا تعمل في دين الله بالقياس، فإن أول من قاس إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا أفضل منه، أنا من عنصر أفضل من الطين وهو عنصر النار. لاحظت شلون؟ وهكذا القياس مرفوض إذا كان قياسا ظنيا، فهذا اجتهاد فيما لا نص فيه، ما يصير بكيفك تلعب بدين الله. وهذا مع الأسف أيضا مقبول عندهم وإلى يومنا الحالي، ولذلك يأخذون بالاستحسان، يقول أستحسن هذا الشيء، يقول هذا شيء مستحسن، في هذا هوى يصير أستحسن هذا الشيء أو أقيس هذا الشيء على ذلك الشيء بغير شنو؟ بغير دليل منصوص وعلة منصوصة. خب، وزبدة المخض، صفحة 77، وزبدة المخض إن الشيعة أيدهم الباري أجازوا الاجتهاد في تفسير النص غير قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، وفيما لم يرد فيه نص وما سوى ذلك فهو حرام عندهم، لأنه اجتهاد في مقابل النص حرمه النبي والعترة، وأجازوا لهم ما أوردناه لقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. هذه هي القاعدة التي رويت عن الصادق صلوات الله عليه. وهنا طبعا قوله وفيما لم يرد فيه نص، يعني في الموارد التي لا يكون فيها نص يحتكم فيها إلى حكم العقل في القضايا شنو؟ المجردة، مثل مسألة دوران الأمر بين الأهم والمهم عند التزاحم، وأن الضرورات تقدر بقدرها وشيء من هذا القبيل. أما اختلاق حكم جديد فلا، يعني حكم تعبدي جديد فلا. وهذا يتضمن جواز التفريع عن الأصول المسموعة منهم والقواعد الكلية المأخوذة عنهم عليهم الصلاة والسلام. خب، النقطة الرابعة والأخيرة،
تقسيم الاجتهاد. الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، عرفنا فيما سبق أقسام الاجتهاد. أقسام الاجتهاد يعني الاجتهاد الصحيح الجائز، والاجتهاد غير الجائز الذي هو من قبيل في يعني في قبال النص أو فيما لا نص فيه اعتمادا على القياس والاستحسان الظنيين. الآن نأتي إلى تقسيم عملية الاجتهاد. لدينا تقسيمان اثنان أو قسمان اثنان، مطلق ومتجزئ. أما الاجتهاد المطلق فهو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من إمارة، من أمارة، صححوا هنا، لا أمارة، أمارة بلي بلي، يعني شيل الهمزة من جوا خليها فوق. من هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها بها، يعني ما شرحناه سابقا، يعني أنه المجتهد يأخذ الاستنباط من الأدلة الأربعة إذا كان اجتهاده مطلقا يعني قادر على الاجتهاد في كل المسائل. خب ما هو عكس ذلك الاجتهاد المتجزئ؟ هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام دون بعض، مثل ما هذا الآن شائع كثيرا أنه يقدرون على استنباط بعض الأحكام في بعض أبواب الفقه. مثلا شخص يجتهد في باب الصلاة أما في باب الديات ما يقدر يجتهد، شخص يجتهد في باب الصوم أما في باب الطهارة ما يقدر يجتهد، وهكذا على حسب الاختلاف. هنا ينشأ إشكال أنه أنتم قلتم بأن الاجتهاد ملكة، فإذا كان الاجتهاد ملكة فهل يمكن أن تتنصف الملكة؟ لا يمكن أن تتنصف، أن تتجزأ. يعني من عنده ملكة معينة، مثلا الشجاعة، هذا عنده ملكة الشجاعة، فبعد ما نقدر نقول نصف شجاعة. لاحظتوا؟ طبعا قضية يعني منطقية، ها قضية منطقية. فنقول لا، إن قصدنا شيء آخر، قصدنا أن قدرته الاستيعابية أقل من غيره، مو أنه ما عنده ملكة الاجتهاد. عند ملكة الاجتهاد يعني يقدر يجتهد في بقية الأبواب، مو فقط الأبواب اللي هو يقدر يجتهد فيها، لكن يقدر يجتهد في بقية الأبواب أما بصعوبة بالغة قد توصله إلى اللا اجتهاد. لاحظت من باب أن التفريعات الفقهية متفاوتة في اليسر والعسر، في اليسر والعسر، من باب أن الأحكام والأصول الفقهية متفاوتة وصعبة، زين، فبعضها يكون سهلا يمكن أن يفهمه بسهولة ويرتب عليه الحكم ويستنبطه، وبعض يكون صعبا فلا يتمكن من ذلك. صار واضح إلى هنا؟ بلي. إلى هنا انتهينا من المبحث الثالث في المقدمات، وإن شاء الله في الدرس المقبل ننتقل إلى المبحث الرابع من المقدمات. إحنا ما زلنا تراها في المقدمات في علم الكلام، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في صلب المادة في الفصل الأول وهو فصل الإلهيات، حتى نثبت وجود الصانع واجب الوجوب تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله والشكر.